ان انا قدمت اسفاف ولا اللي اشتغلت معاهم قدموا اسفاف. بالعكس انا قدمت في المسرح في بدايه الثمانينات مسرحيه انت حر والمهزوز لما كونت انا ولينين الرملي فرقه استوديو 80. كانت بطوله شيهان، كانت اول مره تشتغل في المسرح كان في المهزوز وانت حر اللي اشتغل فيها صلاح عبد الله تلميذي الجميل العزيز اللي بدا شغله معايا من اول الهمجي سنه 86. الهام شاهين تلمستي وصداقتي كان لها دور كبير، قامت بانتاج اربع افلام مهمين، لها دور ايضا دور وطني في عصر الظلام في الوقت اللي كانت البلد هتتسرق. دفعت عن نفسها وعن جمهورها ودفعت عن زمايلها، كان معظمنا ساكتين. هاني رمزي الفنانة هناء الشربجي وصت عليه انه يستحق يخش فرقة ستوري 80، وهي عارفة ان انا ما عنديش وسايط، فما كانش قدام هاني رمزي الا احد امرين، يا ينجح يا ينجح، مفيش تالت. والحقيقة خد فرصته في مسرحية تخاريف، ودي كانت أول مسرحية يعملها، وعمل أكتر من شخصية ونجح. ده اللي شجعني إني أرشحه في مسرحية وجهة نظر اللي استمر عرضها خمس سنين، كان رائع، عامل دور مهم جدا، دور مسعور، قصدي مسعود. هاني رمزي أنا فخور بيه وفرحان بيه وبتابعه لكل الإنجازات اللي عملها بعد كده. فنانة عبلة كامل، لا يمكن الواحد ينسى خمس سنين قضاهم في مسرحية كانت أجمل خمس سنين على المسرح. كان في كيمياء حقيقية بيني وبين عبلة كامل. خمس سنين بنعرض وجهة نظر، ممثلة منضبطة ملتزمة عندها روح عالية جدا في تقمص الشخصية، ونجحت نجاح عظيم في المسرحية. المخرج مكرم السباع صديق العمر وصديق الأكاديمية أخرج لي أربع أفلام، راجل بسبعة أرواح وإحنا بسلامة الحرمية والجريح والعميل رقم 13. مجدي وهبة الممثل الرائع اللي بنطلق عليه في الوصف الفني الإنسان الجدع، فعلا هو جدع، اشتغل معايا في فيلم علي بيه مظهر واشتغل معايا في فيلم صعب، فيلم الجريح. البرنسيس إيمان فعلا برنسيس، إيمان ممثلة رقيقة وهادية بتفكر بعقلها وتعاملك بقلبها، الطيبة والرقة والجمال الحقيقة الواحد بيبقى سعيد وهو شغال معاها. عملت معايا فيلم العميل رقم 13 مع صابرين، وكانوا الاتنين يعني ناقدين، بس عاملة دور ما بين الشر والخفة والهزار والجدية، كانت ممتعة في هذا الفيلم. وقدمت معايا كمان مسلسل عايش في الغيبوبة برضو دور مركب. أنا سعيد جدا أني تعاملت مع هذه الفنانة الرقيقة. فيلم آدم بدون غطاء، فيلم برضو اللي بقول عليهم اللي بيجدد شبكية عين المشاهد، كان فيلم فريد من نوعه مع الفنانة اللي أنا قعدت كده مستمتع بإني أشوفها في الفوازير وفي أعمالها العظيمة، فنانة محبة وصديقة حقيقية الفنانة نيلي. لما وقفت معايا في الفيلم ده كان برضو في كيمياء بينا، محمد نبيه هو زي عمر عبد العزيز، مرمطنا في الشوارع أنا وياه، وكانت الأوردرات كانت لازم تتعمل الصبح الساعة 3 الصبح 4 الصبح، وكنا نعيد الشطات كتير لأن المفروض الموضوع عن أنا ونيلي فقط في الفيلم في مصر ما فيهاش بشر، فكان اي نور عربيه معدي على طول نعيد. لبلبه في فيلم الشيطانه التي حبتني انا معتبر ان ده فيلم لبلبه وانا واقف قدامها فيه، كانت لبلبه عامله دور جديد بالنسبه لها، وكان العظيم الراحل يوسف داوود من الادوار المهمه لمخرج زي سمير سيف. الشيطانه التي احبتني لبلبه خفة ظلها في اللوكيشن، يعني عينها على كل حد بيشتغل أكنها هي المنتج. المخرج عمر عبد العزيز أخرج لي محامي تحت التمرين
تأليف لين الرملي وهنا القاهرة اللي عزبني أنا وسعاد نصر فيلم بحاله كله في الشوارع. عشان كده أنا تعمدت إنه يشتغل دور كلمتين في الفيلم في الشارع برضو علشان أحرجه. المؤلف أحمد عوض اللي حول فكرتي لمسلسلين اللي هو رحلة المليون وسنبل بعد المليون. رحلة المليون اللي كان بطولة سعاد نص وهلا صدي سبنوسي سبنوسي هي من كتر معيشتها للكلاب. سبنوسي حبيب أمه حبيب ماما حبيب بابا هي على طول فلقطت منها الكاركتر ده عشان أعمله لها كان في رحلة المليون وفي سنبل بعد المليون وميديانة حقيقية محتاجة يتفجر عندها هذه الطاقات أيضا. سنبل بعد مليون سماح أنور زيبة كانت شخصية جديدة ورائعة كان أول مرة أشتغل مع سماح اللي كملت المسيرة أيضا واشتغلت في مسلسل ونيس. ممدوح وافي جه من الفيوم وجالي علشان أدربه يخش المعهد. دربته وفعلا قبل في المعهد ودرست له 4 سنين وبعد ما اتخرج كان مرافق لي على طول. ممدوح وافي يعني الوسيط الخير بين كل فنانين الوسط. لو حس ان في حد زعلان من حد يتدخل عشان يصلح بينهم ودي كانت حاجه جميله فيه. ممدوح وافي اشتغل في معظم اعمالي في سنبل بعد المليون واشتغل في الهمجي واشتغل في معظم الاعمال اللي انا عملتها وافلام كتير. ممدوح وافي كان ضلع كبير جدا في مسيرتي. بكرم النهارده الدكتور عم دواره الناقد الفني اللي عاشق للمسرح اسس مهرجان المسرح الضاحك سنة 96 ومهرجان المسرح العربي سنة 2000 ويمكن أنا رأست أحد الدورات. مهتم بالهواة وبيقدم كل عون والحقيقة هو كمان ليه إصدارات كتب وكمان بيحاول يعمل توثيق للحركة الفنية.